منذ 10 أعوام اعتمدت مؤسسة التعاون نظام جوائز سنوية لتكريم المؤسسات الأهلية والأفراد الذين تميزوا في مجال عملهم. وقد تبنت عائلة الشخشير منذ العام 2007 جائزة الإنجاز للمؤسسات الأهلية في العام 2012 تم استحداث جائزتين، الأولى لمؤسسات القدس والثانية للشباب الريادي، وقد تبناهما السيد منير الكالوتي. وقد شهد العام 2013 إقبالاً كبيراً من المؤسسات والشباب لنيل إحدى الجوائز الثلاث، فجائزة مؤسسة التعاون للإنجاز 2013 جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير سنكون يوماً ما نريد، والتي خصصت هذا العام للمؤسسات العاملة في القطاع الثقافي، كانت من نصيب مسرح نعم للتواصل بين الشباب، وذلك عن قدرته على الوجود وفرض نفسه كأحد المسارح الهامة في فلسطين. أما جائزة مؤسسة التعاون للقدس 2013 جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس للقدس نعمل، فقد حصدها المعهد الوطني للموسيقى في القدس، وذلك لأثره الواضح في نشر وتعليم الموسيقى في القدس وخاصة لشباب وفتيات البلدة القديمة. أما جائزة مؤسسة التعاون للشباب 2013 جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي لغد أفضل نبدع، فقد منحت لخمس مبادرات ريادية مميزة. المبادرة الأولى Drink a Book المقدمة من يسرى القيسي من مدينة الخليل. أما المبادرة الثانية هي مبادرة شبكة اجتماعية سياحية المقدمة من مهند النونو من قطاع غزة. والمبادرة الثالثة هي مبادرة المجفف الشمسي الذكي مناجم فلسطين المقدمة من رجاء علان من نابلس. والمبادرة الرابعة كانت من نصيب نزار الخاطر من الليد على مبادرته مبادرة أبعاد. أما المبادرة الأخيرة كانت تطبيقات وألعاب تساعد في تسريع علاج مرضى التوحد المقدمة من عبد ربو حنونة من قطاع غزة. ولن ننسى لجان التحكيم الخارجية ولجنة الجائزة في المؤسسة لعملهم الدؤوب للخروج بالفائزين. ونقول هنيئاً لمن فاز، ومن لم يفز فليحاول مرة أخرى، فقد يحالف الحظ في جائزة عام 2014.